السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحد العالم بأجمعه في الرابع من فبراير لمكافحة وباء السرطان، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويا من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم. وشعار حملة اليوم العالمي للسرطان لهذا العام هو سد فجوة الرعاية الصحية مع التركيز على توحيد أصواتنا واتخاذ الإجراءات. ويهدف الشعار إلى رفع الوعي الصحي بالسرطان في كل مكان لضمان الوقاية والعلاج لأكبر قدر ممكن من الناس. ويهدف هذا اليوم إلى التأكيد على أن الحلول ممكنة ومتوفرة، وبإمكاننا كأفراد ومؤسسات حكومية وغير حكومية تقديم وسائل الدعم والتوعية للوقاية من السرطان. ومن المثبت علميا أن أكثر من ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها عن طريق كشف المبكر، اتباع نظام حمية، واتباع نظام حياة متوازن. إذن كيف يمكننا منع حدوث السرطان؟ أولا بالحفاظ على الوزن، حيث وجدت الدراسات أن الحفاظ على الوزن يقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون، وزيادة الوزن أو السمنة قد تزيد من احتمالية الإصابة في ضوء وجود عامل وراثي. اتباع نظام غذائي جيد، ذلك بالتركيز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة لما لها دور فعال في الوقاية من السرطان، حيث أن الألياف ومضادات الأكسدة ومضادات المواد المسرطنة تعمل على خفض حدوث نسب السرطان ومنع نمو الخلايا السرطانية. ولكن يجب التنويه إلى ضرورة التأكد من مصادر النباتات وكيفية التعامل معها، حيث أن وجود المبيدات الحشرية والهرمونات قد يزيد من معدل الإصابة بالسرطان. كما وجدت الدراسات أن التركيز على الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة بزيت الزيتون وبعض الأسماك وزيت الكانولا قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بينما الإكثار من تناول الدهون الحيوانية والمشبعة والدهون المهدرجة قد يزيد من نسب الإصابة. كما أن الابتعاد عن اللحوم المصنعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية قد يقلل من نسب الإصابة. بالتالي فإن النظام الغذائي الصحي قد يساعد بالوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات. ثالثا ممارسة الرياضة بشكل دوري وبشكل أسبوعي بما لا يقل عن 150 دقيقة بالأسبوع قد يساعد في التخفيف من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي والقولون. رابعا تقليل ما أمكن من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك بتغطية الجسم بشكل كامل أو وضع الواقي الشمس للحماية من أشعة الشمس التي تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية، وهذه الأشعة من المعروف أنها قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. الخامس الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول، أثبتت الدراسات أن التدخين مرتبط ارتباط وثيق بالإصابة بسرطان الرئة، كما أن الكحول مرتبط بالإصابة بسرطان البنكرياس والمعدة والبلعوم. سادسا الابتعاد عن مصادر التوتر، إذ وجد أن التوتر يزيد من نمو الخلايا السرطانية، فهو يضعف المناعة مما يزيد من فرص انتشار المرض بأعضاء الجسم المختلفة. إضافة إلى ذلك فإن التوتر قد يتسبب بارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأخيرا إجراء الفحوصات الدورية، إذ يجب إجراء الفحوصات بشكل منتظم، فهي الوسيلة القادرة على تحديد الورم السرطاني منذ البداية، وهذا يعني سهولة وسرعة وفعالية العلاج. نتمنى لكم السلامة وكل عام وأنتم بخير.